أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ من أهم العناوين. على المدى بسبب الورقة البيضاء، الصناعات الخفيفة تخشى من حرب ضد الشركات الخاسرة. ألترا عراق، كردستان العراق ينفي إعادة فرض حظر التجول للحد من جائحة كورونا. العربي الجديد، عرقلة قانون الانتخابات العراقي، محاولات لتلغيم الدوائر الانتخابية. الشرق الأوسط، فيروس كورونا ينتشر بسرعة في أوروبا وتحذير من إغلاق تام. العرب اللندنية، انزعاج روسي من السيطرة الأمريكية على مسار التسوية في ليبيا. القدس العربية، أمريكا تثير غضب الصين بتعيين منسق لشؤون التبت. عربي 21، رئيس الصين يتفقد قاعدة عسكرية ويدعو إلى الاستعداد للحرب. يقول الكاتب رشيد الخيون حول ما يجري في العراق من انهيارات سياسية وأمنية في مقالة جاء فيها: يصبح صاحب ورشة تصليح السيارات يصبح مسؤولا عن أمن العراق، والمضمد يقوم بمهمات وزارة الداخلية، يحتفل بالقتلة كمجاهدين، تعلق صورهم فوق رؤوس ذوي الضحايا، ضباط كبار، ألوية وعمداء يحاكون قراء المنابر أو المجالس وداخل ثكنات الجيش. نتابع ماذا يجري في العراق من أعلى زاخو إلى أسفل البصرة؟ هذا سؤال كثيرا ما يواجهه العراقي من قبل الآخرين، ولا يفسر واقع الحال بالجنون، فهو مرض ليس معديا، مصطلح يطلق مجازا على أي تصرف مخالف للواقع وينتهي أثره بصاحبه. لكن الجنون عندما يتحول إلى ثقافة موجهة لتنسل منها أعراف تصيب وطنا بالكامل يصعب وصفها بالجنون، فلا بد من مصطلح ما بعده. رجل عين نفسه محافظا لبغداد وظل يمارس منصبه لأسبوعين، والفضائيات العالمية وجدت في المشهد العراقي سلوة، أساتذة تنتظرهم سيارات القتل يسقطون قتلى عند بوابة الجامعة أمام طلابهم. من أؤتمن على أمن البلاد فتح السجون للمجرمين ويدفع الأموال لتأسيس الميليشيات؟ فمن دافع عن العراقيين عبر التفجيرات واغتيال وقنص المتظاهرين؟ تفاقمت الخبرة في القتل، تحشى بطون الكلاب والحمير بالمتفجرات أو تربط بها وتدخل بين الناس، جثث تنتشل من دجلة بلا رؤوس، وشائعة بثت أن على النهر فرامة لحوم ضخمة لفرم أجساد المعدومين، والشائعة أخذت مداها في وقتها، كتاب وشعراء نسوا الثقافة، رئيس وزراء يستخدم المسبحة في تحريك قوة ضد هدف إرهابي، محافظ بغداد يترك مهمة ليمارس ما اعتاده في موقعه الديني، فيقوم بحفل بلوغ فتيات بغداد سن التكليف بتوزيع الأحجبة، وهذا المحافظ عندما اختلف مع حزبه هدد بملفات فساد. يضيف الخيون، ابن الوزير وصاحب أعرق الميليشيا بالقتل له صلاحية بتحريك الطائرات، فالطائرة التي لم تنتظره تعاد وهي في الأجواء. عضوة برلمان تصرح علانية يجب أن يناسب عدد المقتولين من الشيعة العدد نفسه من السنة، والدستور والقانون تلبسه ما حجابا. تقدم الأحزاب مرشحيها للعمل الدبلوماسي بهوياتهم القرائبية لتكون حصة الجزار وتاجر إطارات السيارات أيضا سوية. الكاتب زيا وليد تحدث عن الانهيار الاقتصادي في العراق بمقالة جاء فيها: وسط تراجع أسعار النفط العالمي واتفاق أوبيك الذي حد من الإنتاج، جرى الحديث كثيرا عن تعظيم إيرادات الدولة غير النفطية، ومن بينها إيرادات المنافذ الحدودية غير المسيطر عليها بصورة شاملة من قبل الدولة. لكن وزير المالية علي علاوي يؤكد أن إيرادات المنافذ الحدودية لن تسد الحاجة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وليس بأهميته.
كانت الورقة البيضاء الموعودة من الحكومة هي شرط الأساس لمجلس النواب للموافقة على قانون الاقتراض الذي يهدف إلى تمويل العجز المالي الناتج من انهيار أسعار النفط عالمياً وتفشي فيروس كورونا. ومؤخراً كشفت الحكومة النقاب عن الورقة حين أرسلتها للمجلس. قسمت الورقة البيضاء أولوياتها إلى 5 محاور: الأول هو تحقيق الاستقرار المالي المستدام، والثاني تحقيق إصلاحات كلية تهدف إلى توفير بدائل اقتصادية استناداً إلى القطاعات المنتجة، والثالث تحسين البنى التحتية الأساسية لتوسيع قاعدة الاقتصاد وتنويعه، والرابع توفير الخدمات الأساسية وترشيد الرعاية الاجتماعية مع إعطاء الأولوية للشرائح الفقيرة وحمايتها في أثناء عملية الإصلاح، والمحور الخامس هو تطوير الحوكمة والبيئة القانونية والإدارية بهدف إصلاح المؤسسات الأساسية في تطبيق الإصلاحات. حملت الورقة هدفين أساسيين: الأول جذري لوقف نزيف وعجز الموازنة، والثاني يضع الاقتصاد والموازنة على مسار مستدام، وفصل ذلك عبر إحياء الاقتصاد المتهالك وإعادة هيكلة النظام المالي والمصرفي والانتقال إلى مستوى إنتاجية ودخل عاليين عبر معالجة هيمنة القطاع العام والتراجع في قطاع السلع والآثار السلبية لسعر الصرف غير التنافسي للدينار، وبالذات مقابل أسعار صرف عملات شركاء البلاد التجاريين وارتفاع نفقات الرواتب وانخفاض الإيرادات. يضيف الكاتب: ورغم أن استيرادات العراق تبلغ 60 مليار دولار في السنة الواحدة بحسب علاوي، فإن ما يضعف الإيرادات من جمارك وضرائب هو الاستثناءات الممنوحة لبعض أنواع المستوردات، فيما يقترح متخصصون فرض ضريبة على مبيعات مزاد العملة من قبل البنك المركزي. وحول التدخلات الإيرانية في الشأن الاقتصادي العراقي، يقول الكاتب داود الفرحان: التطور المثير والخطير هو الزيارة الاستثنائية التي قام بها السفير الإيراني إرج مسجدي إلى البنك المركزي العراقي في أول أيام شهر تشرين الأول الحالي لتفقد دائرة مراقبة المصارف المسؤولة عن التحويلات الخارجية ومراقبة البنوك وشركات الصيرفة وتنفيذ العقوبات الأمريكية ضد إيران. حاول السفير الحصول على اعتماد مستندي يخص عقدا لصالح وزارة الإسكان والتعمير من خلال شركة إيرانية بقيمة 95 مليون دولار يجريه بنك بابل الأهلي، الموضوع تحت الوصاية بسبب سوء خدماته وعدم دفعه ودائع المواطنين وهروب مالكه إلى خارج العراق. سمعت من أحد المستشارين في المنطقة الخضراء في بغداد أن نور المالكي حين كان رئيسا لوزراء العراق بين عامي 2006 و2014 اقترح على محافظ البنك المركزي الأسبق نقل أموال البنك إلى سرداب القصر الذي يسكن فيه، وهو أحد قصور النظام السابق لحمايتها من السرقة. وهو أمر يذكرنا بحكاية اللص الشريف الذي يحذر ضحيته مسبقا من اللصوص، والآن طرأ أمر مثير وخطير: هل من حق أي سفير أن يتجاوز مهماته وحدوده ليتدخل في صميم أسرار الدولة العليا؟ لقد فعلها السفير الإيراني الحالي في بغداد إرج مسجدي مرارا وتكرارا، وهو بالعرف الدبلوماسي ليس مندوبا ساميا ولا سفيرا فوق العادة كما يجري توصيف بعض السفراء الاستثنائيين، ولا فوق القادة العسكريين والأمنيين، ولا فوق الرئاسات الثلاث، لكن الجوكر بيد طهران كانت تستخدمه كيفما تشاء ووقتما تريد. ومن يترشح في أول النهار لتولي منصب ما قد يجد نفسه واسمه خارج اللعبة مع أول المساء. حدث هذا كثيرا في حكومات إبراهيم الجعفري وأياد علاوي ونور المالكي وحيدر العبادي وعادل عبد المهدي، والكاظمي نفسه لم يكن فرس الرهان الإيراني، بل إن قادة إيران وسفارتهم في بغداد لم يترددوا في اتهام الكاظمي بأن له يدا في عملية تصفية قائد فيلق القدس قاسم سليماني في بداية العام الحالي 2020، وترأس مسجد اجتماعا في قصر المالكي لدعم الكاظمي. ويضيف الفرحان: والمشكلة أن الشركة الإيرانية موضوعة على القائمة السوداء من قبل وزارة الخزانة الأمريكية والمجموعة الدولية المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وطالب السفير البنك المركزي بتغيير الموقف السلبي
من البنك سيء السمعة وضمان فتح الاعتمادات وتحويل الأموال إلى شركة الإيرانية. والمعلومات المتوفرة أن الصفقة المشبوهة ستمرر لأن طلبات السفير الإيراني أوامر، ولو طلب زيارة خزينة البنك المركزي التي حرمت من زيارتها لما اعترض أحد عليه. الانتخابات الأمريكية وما تعنيه للعالم العربي تحدث عنها الكاتب علي أنوزلة في مقالة جاء فيها: إذا كانت استطلاعات الرأي في أوروبا مثلا تظهر تفضيلا واضحا لفوز بايدن، فإن هذه الاستطلاعات غير موجودة في منطقة الشرق الأوسط. ومع ذلك لاحظت صحف أمريكية مؤثرة أن ردود فعل كثيرين من رواد المواقع الاجتماعية في المنطقة العربية كانت ضد اتفاقيات التطبيع التي دفعت الإدارة الأمريكية الحالية دولا عربية إلى توقيعها مع الكيان الصهيوني، وهو ما دفعها إلى القول إن أصحاب هذه الآراء قد يتوقعون أو يتوقون إلى فوز بايدن على ترامب، ويرون أن ذلك سيحدث أو يحدث نقطة تحول في السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. نتابع. مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية تتصاعد اللهجة وعلى أكثر من صعيد بين حملتي المرشحين الرئاسيين دونالد ترامب وجو بايدن من حيث الأسلوب والمضمون. يبرز المرشحان متباعدين على نطاق واسع، لا سيما فيما يتعلق بسياستهما الدولية، وخصوصا تجاه قضايا الشرق الأوسط المعقدة والسياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعتبر من بين أهم قضايا السياسة الخارجية الأمريكية، وزادت أهميتها منذ التدخل الأمريكي في العراق بداية التسعينات القرن الماضي، وحتى في عهد الرئيس المنتهي ولايته الذي رفع شعار أمريكا أولاً. فقد ظلت منطقة الشرق الأوسط حاضرة بقوة في سياسة إدارته الخارجية، والتي تميزت بالتصعيد مع إيران بعد انسحاب بلاده من الاتفاق النووي معها، واستمرار الانسحاب العسكري من العراق، وتشجيع سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني. وإذا كان الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة حالياً أقل من المستوى الذي كان عليه سابقاً، إلا أنه يجعل أمريكا وحلفائها أكثر أماناً، ناهيك عن أن أي انسحاب أمريكي كلي من الشرق الأوسط سوف يمنح انتصاراً وهمياً لخصومها، ويستعد إيران حلفائها، ويترك المجال فارغا لروسيا والصين وإيران لتوسيع نفوذها فيها، ما قد يضع أمن موارد البترول العالمية بأيدي الصينيين والروس والإيرانيين على حساب الولايات المتحدة وحلفائها. يضيف الكاتب: مع اقتراب موعد هذه الانتخابات الحاسمة تتطلع أنظمة وشعوب كثيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى نقطة التحول الكبرى في علاقات بلدانها مع الولايات المتحدة التي يمكن أن يمثلها انتخاب جوزيف بايدن أو التجديد لدونالد ترامب. حول أزمة فيروس كورونا ودور منظمة الصحة العالمية فيها، يقول الكاتب علي الصراف: النجاح يقود بعض البشر إلى الاسترخاء ظنا منهم أنهم موهوبون بما يكفي لتحقيقه باستمرار، وأنه سيأتي إليهم كتحصيل حاصل، وهذا لم يتحقق في مواجهة وباء كورونا، بل تحول إلى كارثة صحية واجتماعية واقتصادية لم يعرف لها أو لم يعرف لها العالم مثيلا حتى الآن، وحتى عندما اندلع وباء الإنفلونزا الإسبانية في عشرينيات القرن الماضي. حتى ولو بقي يوم واحد من ولاية مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإنه يجب أن يعتذر ويستقيل ويقدم إلى المساءلة عن فشله في إدارة منظمة الصحة العالمية. الأمر لا علاقة له باتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذرائعية والطائشة لتبرير فشله الخاص، وإنما بالمسؤولية المباشرة التي تقع عليه في السماح لوباء كورونا بالتفشي من قبل أن تعلن منظمة الصحة عنه كوباء عالمي. الأدلة على تفشي وباء خطير بدأت تظهر في نوفمبر من العام 2019، ولقد أثارت المعلومات المتاحة عن مستويات التفشي في الصين ما يكفي من الذعر في مختلف أرجاء العالم. بينما ظلت منظمة الصحة العالمية تتردد في الإعلان عن كورونا كوباء عالمي،
كان ضحايا يتساقطون كالذباب في الشوارع، وشنت السلطات الصينية حملة عزل غير مسبوقة لمقاطعة ووهان مصدر التفشي الأول، لكن ذلك لم يحرك إلا القليل من الحس بالخطر لدى منظمة الصحة العالمية. هناك ما يكفي من البراهين على أن إجراءات وقائية تتخذ قبل أسبوع يمكن أن تحمي حياة الآلاف، وهذا أهم الانتقادات التي توجه لإدارة الرئيس دونالد ترامب الذي استهان بالمخاطر حتى تحولت إلى كارثة. اليوم إذا كنا نجرؤ على إدانة ترامب بسبب تأخره لأسبوع أو أسبوعين، فإن إدانة مضاعفة يجب أن توجه لجبريسوس لتأخره 3 أشهر على الأقل. يضيف الصراف: لقد مرت لحظات أدرك فيها مدير منظمة الصحة العالمية إدهانون جبريسوس أنه أفلت الزمام، ولكن انتقادات دونالد ترامب ذات الطبيعة السياسية عملت في الواقع على تبرئته من المسؤولية الحقيقية. إن استقالة جبريسوس هي أقل ما يمكن تقديمه كعربون اعتذار لأكثر من 1,000,000 إنسان فقدوا حياتهم تحت قيادته. حول الصراع الانتخابي الأمريكي المحتدم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، يقول الكاتب بكر صدقي في مقالة جاء فيها: تغير كل شيء إلى حد كبير مع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قبل 4 سنوات، وأصبحت إيران في المرمى الأمريكي الصهيوني بعد انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق النووي وبعد انهيار الوضع في سوريا، مما سمح بشن الكيان الصهيوني سلسلة لا تنتهي من الضربات الجوية التي تستهدف الوجود الإيراني على الأراضي السورية. نتابع. كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في مطلع الشهر القادم، تفاقم ترقب اللاعبين السياسيين في هذه المنطقة المضطربة من العالم. إن فوز دونالد ترامب بولاية ثانية سيريح دولاً وقوى فاعلة مقابل احتمال فوز بايدن الذي تتمناه دول وقوى أخرى، وتثير مخاوف دول وقوى مقابلة. هذا مفهوم بالنظر إلى وزن الولايات المتحدة في معادلات القوة الدولية وتاريخها المرتبط بالتدخل في مجرى الأحداث في مختلف مناطق العالم، سواء بواسطة القوة العسكرية أو الأدوات الاقتصادية أو الدبلوماسية النشطة أو غيرها من الوسائل. ولكن سواء فاز الجمهوري ترامب بولاية ثانية أو الديمقراطي بايدن، ثمة ثوابت في السياسة الخارجية الأمريكية تتعلق أولاً بمفهوم الأمن القومي وثانياً بالمصالح الاقتصادية، وكلاهما مفهومان قابلان للتأويل، وهذا ما يمنح الإدارات المختلفة هامشاً للتغيير أو الثبات على ما هو قائم. على سبيل المثال، فإن الالتزام بأمن الكيان الصهيوني هو من ثوابت السياسة الخارجية الأمريكية بصرف النظر عن هوية الجالس في البيت الأبيض أو فريقه أو الحزب المسيطر على الغالبية في مجلسي النواب والشيوخ. أما إيران مثلاً فإن السياسة الأمريكية تجاهها ليست من الثوابت، فقد كادت إيران أن تتحول في عهد باراك أوباما إلى دولة مدللة بسبب رضوخ أوباما لمنطق الابتزاز الإيراني باحتمال امتلاك قنبلة نووية. ويضيف صدقي: الحال هذا مفهوم أن يترقب قادة إيران بقلق نتائج الانتخابات الأمريكية المقبلة، آملين أن ينجح الديمقراطي بايدن الذي يتوقع أن يستأنف السياسة الأوبامية المتسامحة تجاه إيران، وهو ما يعني تغييرات إقليمية كبيرة تصب في مصلحتها، إضافة إلى العودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات القاسية عن طهران. إن حزب الله في لبنان يقف في الصف نفسه مع آمل فوز بايدن والخائفين من فوز ترامب. صممت شركة إيدج إنوفيشنز، وهي شركة هندسية أمريكية تضم قسما لتقنيات التحريك إنيماترونيكس والمؤثرات الخاصة في كاليفورنيا، صممت دولفينا إلكترونيا لاستخدامه في برنامج تجريبي تعليمي، وتأمل في أن تتمكن يوما ما من استخدام تقنية التحريك التي تشبه الطبيعية والتي تستخدم في أفلام هوليود في الترفيه عن زوار المتنزهات بدلا من الحيوانات البرية التي تحتجز لهذا الغرض، ويمكن للسباحين الغوص في
الأعماق مع أسماك قرش بيضاء كبيرة آلية أو حتى زواحف من تلك التي كانت تملأ البحار في العصر الجوراسي منذ ملايين السنين. وأشار والت كونتي مؤسس شركة إيدج إنوفيشنز ومديرها التنفيذي لأن هناك ما يقرب من 3000 دولفين في الأسر تستخدم لكسب المليارات من الدولارات، وواضح أن هناك رغبة لحب الدلافين والتعرف عليها، وبناء أن عليه نود استغلال هذه الرغبة ونتيح نوعا من الوسائل المختلفة للوقوع في حب الدلافين. وأضاف أيضا كونتين تقنيات التحريق قد تعيد الجمهور الذي انصرف عن المتنزهات التي تستخدم حيوانات تدب فيها الروح. وكانت نحو 20 دولة أوروبية منعت أو حددت وجود الحيوانات البرية في عروض السيرك فيها. نشاهد سويا الآن الرسوم الكاريكاتورية. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.